السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زيد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على التصريحات الأخيرة تاع مدرب تاع بوركينا فاسو، وين قال لهم بوركينا فاسو يعني تعرف المنتخب الذي يعرف المنتخب الجزائري. يا خويا احنا تعرفونا ما تعرفوناش، بتجيب لي تاع ديميتريس بتجيب لي من يا خويا؟ احنا يا رانا فور باش تقول باللي الخطه تاعنا الخطه تاعنا واللاعبين يعني اصبحوا كتاب مفتوح. يا ودي كي البرازيل فاني كيما هكا، البرازيل فاني يديوك تدريبات على المباشر، الكاميرات الشام يترين ويدير لك خطه هاكي غادي نلعب لك والقاني وربحني. مي كانت البرازيل ماشي مضربه تاع اللي خسروا بسبعه في بلادهم، البرازيل مازال ما براوش من المرض. مي كانت البرازيل يعني يقول لك برازيل البرازيل كانت مي كانت في السبعينات والثمانينات والتسعينات والبدايه تاع الالفيه، كان يدير لك خطه ويقول لك هاي يلا الخطه تاعي وارواح ربحني، هاي يلا يقول لك هيا ارواح ربحني، ارواح لعب لي وربحني. البرازيل على هذيك نقولوا بلي ودي هذه تاع كتاب مفتوح، كتاب انك يكونوا عندك لعابه يا ودي، مشي كتاب مفتوح كراريس، كل لاعب عنده كراس وتقراه نور راك تشوف هكا. ذهب مصطفى الى المدرسه وليلى ذهبت الى تشتري الخبز وامها تحلب البقره، اما لا انا نقول لك لا راك غلط، امها تدرس البقره ومصطفى ذهب الى الخضر وام مخلطه كلش باين. لا عندك ما تقول لا من لا من هي. وين بعد وين نقولوا بعد الفوز يعني بدايه المنتخب الوطني بفوزها الساحق الذي حققه اشبال المنتخب الوطني بثمان اهداف امام جيبوتي، وين لعبنا مباراه يعني نقولوا مباراة إن شاء الله تكون للنسيان أمام بوركينا فاسو، يعني في ظروف كانت صعبة، ظروف على نقولوا كانت صعبة، لعابة مون كومبيتيسيون، لعابة عاودوا ولاو من الإصابات، ديبي تشامبيونا، يعني كاين بزاف أمور، الملعب كان ثقيل، شمخوه أكثر من الطاقة تاعه، بزاف صوالح. وين شاهدنا كيفاش وين بعد التعادل امام بوركينا فاسو ثم استعادة الثقة بفوز يعني رايح جاي امام النيجر بعشر اهداف، يعني ستة هنايا ربعة لهيه، يعني وين اصبح عندنا عشر نقاط، وين نحضر لمباراة يعني مباراة جيبوتي في ملعب القاهرة، وين بدأت التحضيرات يعني الحقيقية اليوم يعني من اجل تحضير لمباراة المباراة القادمة أمام جيبوتي من أجل تحضير أحسن تحضير للمباراة تاع بوركينا فاسو، يعني الفوز بها أمام جيبوتي. لجيبوتي ما نقولوش يا نورمال برحمة الوادي ما نلعبوش مخلوعين، أوه هذيك مكان لا بغيتو ربي ما تحشموناش ما تنخلعوش قدام جيبوتي، نورمال تروا بوا نورمال وصحيح يا ما تبقاوش تنخلعو، ما تبقاوش تنخلعو صايك. وين نقولوا بلي وين المنتخب بوركينا فاسو من هذا الاخير الذي يعرف جيدا المنتخب الوطني من خلال مواجهتين حاسمتين ما بين المنتخبين عام 2013 في 19 نوفمبر عندما تأهلنا لكأس العالم، وين تختلف مباراة يعني جيبوتي ومباراة الذهاب ومباراة مباريات النيجر ومباراة العودة تختلف عنهم بكثير وعن مواجهة بوركينا فاسو من حيث المستوى، فكل منتخبان يتنافسان على المرتبة الأولى للمجموعة من أجل التأهل للدور الإقصائي المؤهل لمونديال قطر. وإذ فازت يعني وإن شاء الله بربي بفوز رفقاء رياض محرز يعني على نقولوا باللي وين واذ فاز رفقاء محرز في كل المباريات يعني الا تعادل واحد يعني تاع بوركينا فاسو، وين ما شاء وين ما عندهمش مهاجمين اقوياء
عندهم كيفاش فازوا على جيبوتي، كيفاش فازوا على بوركينا، على نيجر، يعني ما عندهمش سورتو من زاد كيما نقولوا حنايا ذاك الناف تاعهم هذاك تاع شاكتار هذاك اللي زاد تبليسا، يعني ما عندهمش مدافع، ما عندهمش مهاجمين اقوياء، ما عندهمش. يعني ننجم نقولوا بلي ماندي وغول وكسمو تاعنا بن عمري يعني ما بدون عناء. وفضل عن طموح المنتخبين في نيل تأشيرة يعني تأهل للدور الإقصائي المؤهل لقطر، ستتسم مباراة اليوم 16 نوفمبر بنكهة خاصة، وسوف تعيد إلى الأذهان مشوار الذي حققه الخضر 2013 حينما اصطدم بمنتخب بوركينابي وانتهت مباراة الذهاب بفوز بوركينا فاسو بنتيجة 3-2. وانتظر الجزائريون يوم 19 نوفمبر 2013 إجراء لقاء العودة في الجزائر، وعاش الجزائريون وقتها على أعصابهم بعد أن فشلوا في الوصول إلى المرمى الخصم، إلا أن جاءت دقيقة 49 من اللقاء حينما وضع الماجيك بوغرا الكرة في مرمى بعد ركلة ثابتة من فوزي غلام، وهو الهدف الذي أهل الجزائريين إلى مونديال برازيل، والذي عرف تأهل الجزائر للمرة الأولى في تاريخهم إلى الدور 16 وخسرتها أمام حامل لقب المنتخب الألماني في وقت الإضافي بهدفين لهدف. احنا المهم وين يقول لك باللي يعرفونا ولا نعرفوهم، احنا الموند كامل يهدر علينا، احنا ماشي بوركينا فاسو تعرف، غاديين نلعبوا أمام فريق مغمور، لاعبين مغمورين، ما همش لاعبين أقوياء، لا همش لاعبين أقوياء، نهضروا الصحة صاحبي، باش يخوفوني أنا بوركينا فاسو تخوفني، ماشي بوركينا فاسو، أنا كاين إيكيب وحدة برك، كاين منتخب واحد برك، نقولكم شكون اللي غادي ما نتلاقاوش به، لا كاش نعاودو نتلاقاو به نهائي، كاين منتخب واحد برك، هذا ما كنقولكم شكون هو. كاين السينيغال برك، كاين السينيغال في لافريك، كاين السينيغال ومليان، مكاش لي يلقاني، مكاش لي يلقاني مليان، كاين السينيغال راني نقول بها ونعاود. وين بغاو يديروا هاد البيتشاك، بغاو يخرجونا ويطيحونا مع السينيغال ويطيحونا الروتور في السينيغال، بغاو يديروها لنا، بغاو يديروها بصح ما نجموش، ما نجموش، سابوا تروطار، سابوا تروطار، تاك تاك تاك، خاطر ما كانوا يديروا هاد الصوالح، سابوا تروطار، سي تروطار، صرا لي صرا، سابوا صرا لي صرا. على هذيك نقولوا بلي يودي المنتخب الوطني الجزائري، يعني ما كانش هذي تاع كتاب مفتوح، ورقة مفتوحة، ما يعني مباراة تتغير من مباراة لمباراة، هذا ماهوش قرآن، استغفر الله يا ربي ما ندخلوش قرآن في البولة، بصح ماهوش قرآن، تبدأ بصورة الحمد، ماهوش قرآن، هذه كرة قدم، يعني تتغير من المباراة لمباراة حسب الظروف، حسب الإمكانيات، حسب الإمكانيات المنافس، حسب الإمكانيات اللي يكونوا عندك بزاف صوالح. شو كيفاش؟ على هذيك نقولوا بلي ودي المنتخب الوطني الجزائري وين بوكونت جيبوتي، يعني جيبوتي غادي نربحوها بثمانية، ولهنا بوركينا فاسو سوف تكون مباراة لتأديب كل من تسول له نفسه، كل من تسول له نفسه والتكلم على المنتخب الوطني، سوف تكون مباراة من أجل تأديب يعني المدرب تاع بوركينا فاسو، باش نأدبوه، باش خطرة أخرى كاع لعاود خاطر غادي يطرد هو رئيس الاتحادية تاع بوركينا فاسو، غادي كاع يطردو، يعني بعد المباراة تاع الجزائر غادي يطردو، يا سابق غادي نأدبوه هذا المدرب كاع ليوما من الأيام ورجع ويكذب بلاده، يعني كاع يرجع ويكذب بلاده، يعني يكون عنده يكون مؤدب ما يهدرش، راه من نادر معنا ماتشين هو يتكلم، وانا غادي نقول لك النيجر هي اللي غادي تطيحك على راسك، النيجر غادي هي تطيحك على راسك،
عقل عليها، النيجر غادي يطيحك على راسك، وعقلوا عليها غادي تكون غادي النيجر دير فوبا كبيره للبوركينا فاسو، غادي دير لهم فوبا كبيره، غادي تبطحهم، انا نقول لكم.